صابرين أين ذهبت؟ صابرين. أوه، هل تريد شيئا يا بني؟ إنني أبحث عن صابرين ذهب. أين ذهبت؟ أعتقد أنها في غرفة الأولاد. غرفة الأولاد؟ أليس لديها إلا الأولاد؟ ماذا تريد يا ابناء؟ صابرين، صابرين، لقد اشتريت حصانا جديدا اسمه شهاب، ألا تذكرينه؟ لقد حدثتك عنه كثيرا. إن فتحي لا يستطيع حل مسائل الحساب وحده. إنه أجمل حصان في المنطقة كلها. أخيرا استطعت إقناع صاحبه ببيعه. ليتك تحاول مساعدته قليلا، فربما فهم الدرس. تصوري يا صابرين، بخمسة آلاف جنيه فقط. على كل حال، إن فتحي يريد رؤيتك قبل أن ينام. تعالي صابرين، تعالي. إنني لا أهتم بالخير. لا تهتمين بالخيل؟ سوف أدع فتحي ونسرين في السرير. نكد. ذهب، أعطني الكرباج. لا داعي لذلك الآن يا بني. قلت لك أعطني الكرباج. إنه لم يتعود عليك بعد، أعطيه فرصة. إنه حصاني ويجب أن يطيعني. ولكن لا داعي للكرباج. سوف أفعل به ما أريد. أعطني الكرباج. ليتك تأخذه على راحتك. لقد دفعت فيه 5000 جنيه، لابد أن يفعل ما أريد. احترس يا بهاء. لا تخف، إنه لا يريد أن يتوقف. سوف يتوقف يا ذهب. أبدا يا بهاء. عندنا حفلة في البيت. أين؟ هنا. نفس المجموعة؟ طبعا. لديك مانع؟ أنا حسبتك تعترضين. بهاء. نعم، ماذا تريدين؟ أبدا، كنت أريد أن أحدثك في شيء. كنت أظن أن الحديث بيننا قد انتهى. لماذا لا نحاول من جديد؟ الأمر بالنسبة لي سيئاً. وأنت تعرف أنه ليس لي اعتراض إلا على شيء واحد. أعرف. هل أستطيع أن أسألك ماذا أضفت إلى ثروتك منذ ورثتها عن والدك؟ هذا لا يعنيك. بل يعنيني، من أجل فتحي ونسرين. أقصد أن لكل شيء نهاية، ولابد أنه سيأتي اليوم الذي يتبدد فيه كل هذه الأموال. عزيزتي لا تقلقي، إذا حدث ذلك فلن أطلب مساعدتك ولا مساعدة أبيك. بهاء، إنك تنفق بغير حساب، بسبب وبغير سبب. تبعثر الأموال وكأنها لن تنتهي. هذه أموالي أنا، أفعل بها ما شاء. صابرين، إذا لم يعجبك الحال فحل عني. سمعنا هذا.
أستطيع شراء شيء في هذا العام يا بهاء. وأنت يا شريف؟ لا ولا أنا، ميزانيتي لا تحتمل مثل هذا المبلغ هذا العام إلا إذا انتظرت إلى العام القادم. العام القادم؟ إنني لا أستطيع الانتظار. لماذا يا أخي؟ إن دخلك والحمد لله كبير، فأين يذهب كل هذا؟ إن نفقاتي كثيرة يا فاضل. ولكن ليس معنى هذا أن تبيع قطعة أرض كلما احتجت إلى مبلغ من المال. لقد ورثت أجمل مناطق الإقليم وأخصبها. هذا صحيح، ولكن يا شريف مبدأي في الحياة بسيط جدا، وهو أن المال لا قيمة له إذا لم ننفقه. اسمع يا بهاء، بصراحة أنني لا أستطيع شراء أي شيء هذا العام، وأريد أن أقول لك أنني لا أريد شراء أي قطعة أرض من أرضك أنت بالذات، ولكنني على أتم استعداد في أن أقرضك مبلغا آخر من المال. فاضل. نعم فاضل، لقد أقرضتني بما فيه الكفاية، وكذلك شريف، ولكن فبهاء نحن أصدقاء، ولا بد أحدنا أن يساعد الآخر، هكذا الصداقة. غدا سيكون عندك المبلغ. أشكرك يا فاضل، أشكرك. عن إذنكما تفضل. فاضل، سوف أرسل لك إيصالا بالمبلغ في الغد. لا بأس. أشكرك يا فاضل. إنكما تقرضانه مرة أخرى. وهل نتركه يبيع أرضه قطعة قطعة يا عبد الرحمن؟ وهل تظنان أنكما بهذا تساعداني؟ أظن ذلك. والبنك؟ بنك؟ أي بنك؟ البنك الذي اقترض منه حتى الآن مبالغ كبيرة. وكنا نظن أننا نساعده. تساعدانه؟ أجل، إنه سوف يقبل الاقتراض منكما ثم يبحث عن مشتر آخر غيركما يبيعه قطعة أرض. ومن قال لك ذلك؟ إن هذا ما يفعله في كل مرة. عن إذنكما. أوه، ولكن هذا ما قلته لي في الأسبوع الماضي. لا يهمني إن كنت مشغولا أم غير مشغول، المهم أن ينتهي البناء في ميعاده المحدد. لا أريد أن أتسلمه بعد شهر على أكثر تقدير. نعم بعد شهر. مع السلامة. دنيا يرحمك الله يا شيخ خليل، كنت رجلا طيبا، هل كان يحلم بأن كل هذا سيحدث؟ دنيا، ماذا حدث يا عم ذهب؟ ليس بعد. لماذا تحدث نفسك كالمجنون؟ ولماذا كان بهاء يصيح؟ لأنهم تأخروا عن التنفيذ. دع هذه الأشياء عنك وقل لي أولا من هم، ثم ماذا تأخروا في تنفيذه؟ المقاول والعمال يا ابنتي، تأخروا في إقامة حمام السباحة. ما هذا التخريف؟ فعلا إنني أخرف. إن لدينا حمام سباحة يا عم ذهب.
ولكنه حمام صيفي مكشوف، أما الآخر جامعة البترول والمعادن في الظهران، عامل الهندسة الكيماوية، كلية تصاميم البيئة، أحدث الأقسام الهندسية بواسطة الكمبيوتر. منطقة الإحساء وعاصمتها مدينة الهفوف. بلادي الأربعاء 7:30 مساء على ذكريات. نعم، ماذا تريد؟ أريد دقيقة من وقتك إذا سمحت. اختصر وبسرعة. كنت أريد أن أخبرك أنني أريد ترك عملي. تترك العمل هنا بعد أكثر من 30 سنة؟ ذهب، هل جننت؟ لا، أريد أن أستريح. تستريح هكذا فجأة؟ لا، لن أتركك فجأة قبل أن تبحث عن شخص آخر يحل محلي. كدت أنسى، لقد وصل هذا الخطاب منذ دقائق. خطاب؟ نعم. الآن؟ نعم، إنه خطاب مسجل. خيرا يا بني. إنذار من البنك. يبدو أنني لن أترك هذا المكان. كسالة. ذهب ذهب. نعم. هل تريد شيئا يا بني؟ ذهب. أما زلت مصمما على تركنا؟ لقد غيرت رأيي. ها، غيرت رأيك؟ كنت متأكدا أنك ستغير رأيك، ولكن ذهب، ما الذي غير رأيك؟ الظروف. ظروف؟ أية ظروف يا ذهب؟ إن العواصف توشك أن تهب يا بني. عواصف؟ ذهب، أنت تعلم أنه لا يوجد عواصف في هذه المنطقة؟ لا تهتم كثيرا بما أقول. هل انتهوا من بناء الحمام الشتوي؟ تقريبا. وهل كان هذا ضروريا؟ أنا الذي أقرر ذلك. حتى متى؟ ليس هذا من شأنك. هو أولادك. مرة أخرى أولادي. لماذا لا تفكر فيهما؟ لماذا لا أفكر فيهما؟ لماذا لا تفكر فيهما؟ أليس هذا كله من أجل فتح ونسرين؟ انظري، انظري حولك، لعلك تذكرين منظر القصر حينما مات أبي. انظري الآن، لقد أصبح شيئا آخر. أليس هذا كله من أجل فتح ونسرين؟
لا أعتقد إنهما سيذكراني هذا حينما يكبران، فلن يتبقى لهما منه شيئا. أنت نكد. وأنت ستفقد كل شيء. أسكتي. لن يتبقى من كل هذا. أسكتي. لماذا تهرب؟ ألا تظنني أعرف كل شيء؟ الديون وأنزار البنك. أسكتي. أدخل. خلاص يا ابنتي. خلاص يا عم ذهب. هذا بيتك يا صابرين؟ كان يا عم ذهب. وما زال يا ابنتي بيتك وبيت فتحي ونسرين؟ هذا كلام فقط، ولكن الحقيقة غير هذا. إنه شاري الناس بأمواله. طيش شباب يا ابنتي، وأنت تعرفين ذلك. بعد 30، بعد 30 وتقول طيش الشباب. والأولاد ماذا ستفعلين بهم؟ سوف أخذ نسرين معي. وفتحي هو حر فيهم، لقد كبر، ولكن نسرين ما زالت طفلة محتاجة لرعايتي. يعني لا فائدة؟ لا يا عم ذهب، هذه حقيقة كان لابد أن أعرفها منذ زمن. عم ذهب أرجوك انتظر نسرين. لم يعد لي مكان في هذا البيت. هكذا ببساطة ها؟ لم يعد لك مكان في البيت؟ أتعرفين ماذا يحدث لو خرجت من هذا الباب؟ أن تعود إليه مرة ثانية. هذه أول مرة تتركين فيها القصر منذ 10 سنوات. حسناً، إذا خرجت من هذا الباب فسوف أتزوج. أتزوج فتاة جميلة، فتاة شابة، فتاة على الأقل لا تكون نكداً مثلك. لماذا لا تجيبين؟ ماذا تريدني أن أقول يا بهاء؟ لقد تركت لك فتحي. هكذا إذن، أهذا كل ما تستطيعين أن تقوليه؟ وهل يهمك ما أقول؟ لقد قلت كثيرا. إذن أخرجي من هذا الباب. أن تعود إليه مرة ثانية سوف تعود إليه زوجة أخرى غيرك، ودعي نكدك ينفعك. أخرجي. أين نسرين؟
لقد نامت منذ فترة. صابرين، ألن تعودي إلى زوجك يا ابنتي؟ لقد أعلنت خطبته بالأمس يا أبي. خطبتي؟ إن الخبر منشور في الجريدة التي كنت تقرأها الآن في الصفحة السادسة. صحيح. لا داعي لمثل هذا الآن يا أبي، لأنني متأكدة إنك قرأت الخبر. في بعض الأحيان أحسدك على هدوء أعصابك، ولكن ربما لو رجعت إليه لغير رأيه. لقد وصلت ورقة الطلاق اليوم يا أبي. اليوم؟ ومتى؟ في أثناء غيابك، ولقد تسلمتها بنفسي. مسكينة يا صابرين، مسكينة يا ابنتي. ومن يدري. أبطال حبيناه، وكانت المواجهة بالحلبة بينهم حتمية. فنون قتالية وحركات قوية ما ننساها تشعل الحماس فينا. ونبقى منتظرين الفايز للنهاية في مصارعة حرة. مصارعة حرة الثلاثاء 11 مساء على ذكريات. في البر، في البحر، في الجو، سباق ليس سهلا أبدا. في البر، في البحر، في الجو، الاثنين 7:30 مساء على ذكريات. بونسوار يا أستاذ. يلزم خدمة؟ نبتدي مع سيادتك الرحلة. ينام كل البيت وأنا أتسلل إلى الخارج، وإذا بأخويا فضل متربص لي. وإلهما. موسيقار الأجيال. صابي بيغني صوته جميل، ما عرفتش بقى انه عبد الوهاب الا بعدين. محمد عبد الوهاب، الحان واغاني اثرت العالم العربي. فضلت اجري 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 لغايه لقيت نفسي اني انا راجل ايه، مواد مجنون. يا صلاه فن لا ينسى. يا صلاه الزيت على الكمرى يا صلاه. النهر الخالد الاحد 11 مساء على ذكريات. الوطن هو القصيدة وهو الحب، وإذا كان للشاعر رسالة. الله بمانك من النكبات. تمنى كلمة وطن ما تختلف من شاعر إلى غير شاعر. من على الرمضة مشاحت لقدم يستاهل، مثل العروس الشمس توها. الوطن أيها السادة والقصيدة الجميلة والكلمة العذبة المعبرة الرائعة. أغنيات للوطن الأربعاء 11 مساء على ذكريات.
يرحمك الله يا شيخ خليل. هل كان يحلم بكل هذا؟ حفلات وسهرات ومصاريف ليس لها أول ولا آخر. دنيا، إنها تقترب، إنني أعرف ذلك جيدا، إنني أشمها بأنفي. ماذا تقول أيها العجوز؟ أنا؟ وماذا يهم؟ ما هذا الذي يقترب؟ لقد بدأت فعلا تخرف هذه الأيام. قلتها بنفسك يا بني، مجرد تخاريف. دنيا، ألم تسمع الدق على الباب؟ سمعت. وتقف هكذا؟ لأنه لم يعد يحمل إلا الأنباء. اذهب 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 وافتح الباب. دعك من هذا الهراء، هيا. الحجز على القصر. ماذا تقول؟ القصر؟ نعم، القصر وعلى كل شيء. أستاذ بهاء، ليس أمامك حلا غير ذلك. دعني، إذا لم أقم بتسديد ديوني فسوف أفقد كل شيء. أعتقد هذا. أمامك أقل من شهر لتفعل هذا. وبعدها؟ يوسفني أن أقول لك أن البيع سوف يتم. أنت محامي الأسرة ويجب أن تفعل أي شيء. لم يعد باستطاعة أي شيء أفعله. هكذا ببساطة، لا تستطيع أن تفعل أي شيء. أفقد كل شيء وأنت جالس تتفرج. هذا ما أفعله منذ سنوات يا أستاذ بهاء، منذ أن توفى والدك المرحوم، وأنت تتصرف كما تشاء. آسف، لم أقصد هذا. على أي حال يجب أن أذهب، ليس لدي وقت أضيعه. أعتقد ذلك. ايه يا بهاء؟ ماذا قلت يا عبد الرحمن؟ ماذا قلت؟ في ماذا؟ المبلغ بسيط وسوف أسدده بعد عام على أكثر تقدير. هل طلبت المساعدة من فاضل وشريف؟ لا أستطيع الآن، لا أستطيع. لقد ساعداني بما فيه الكفاية. لقد حذرتهما مرارا ولكنهما كان يظنان أنهما بهذا يساعدانك. أجل، كان يظنان ذلك. عبد الرحمن. نعم. هل تساعدني أم لا؟
اسمع يا بهاء، اهدأ ودعنا نتفاهم. عبد الرحمن، هل تساعدني أم لا؟ هي كلمة واحدة. آسف، إن المبلغ الذي تطلبه يا بهاء أكبر من إمكانياتي. أشكرك. ريما، لماذا تبكين يا ابنتي؟ أبداً أبداً يا أبي، إنني لا أبكي. لا داعي للإنكار، هل تبكين من أجلي؟ إنه لا يستحق هذه الدموع. ولكنه زوجي، زوجي يا أبي. كان يا صبرين، كان هو والد نسرين وفتحي. ولكنه أنكر ذلك. نعم، أنكر ذلك كله. وماذا سنفعل الآن يا أبي؟ نفعل؟ وما علاقتنا بالموضوع؟ وماذا تريدين مني أن أفعل؟ ألا تستطيع مساعدته؟ ربما، ولكن من يضمن لنا أنه لن يعود لمثل هذه الأزمة في العام القادم أو العام الذي يليه أو الذي يليه؟ آسف يا بهاء، لم يعد باستطاعتي أن أفعل أي شيء بعد الآن، آسف. خذ يا بهاء، خذ يا بني. ما هذا؟ خذها يا بني، فقد تساعدك. ما هذا؟ نقود؟ هذا كل ما أملكه يا بني، تحويشة العمر. لقد ادخرتها لليوم الذي أصبح فيه عاجزا عن العمل. ولكنك اليوم أشد حاجة إليها. ثم إنني كما ترى كبرت دون أن أتوقف عن العمل. إنني كالحصان، ولا أظن أنني سأتوقف عن كسب عيشي حتى الموت. بارك الله فيك يا ذهب، إنك أخلص من كل من عرفت. لا تقل هذا يا بني، فهذه أموالك على كل حال، وأموال أبيك من قبلك. أشكرك، أشكرك يا ذهب، لا أستطيع. ثم إنها لا تنفع في شيء. لا تقل هذا يا بني، خذها فقد تساعدك. خذها يا بني. لا فائدة، للأسف لا فائدة. وماذا ستفعل يا بني؟ في الغد سوف يتم بيع القصر وجميع ممتلكاته. سيتم بيع القصر بالمزاد العلني وفاء للديون. أعرف ذلك. اسمع يا ذهب، لا أريد أن أرى هذا المشهد، لا أريد أن أراه أبدا. أصعد إلى غرفة فتحي، أيقظه وساعده في ارتداء أثقل ملابسه. أعد لنا حقيبة فيها بعض الضروريات. الليلة سنغادر القصر. لا أريد أحدا أن يرانا. إلى أين؟
لا أعرف، لا أعرف يا دهب. المهم أنك تعتني بالقصر. أعتني بالقصر؟ ألن أكن معكما؟ لا لا يا دهب، في مثل سنك لا يجب أن أتحمل أكثر مما تحمل. ذهب، أنا متأكد أنك ستجد كل عناية من صاحب القصر الجديد. نعم